الأصحاح السادس عشر. وقال أيضا لتلاميذه: كان رجل غني وكان له وكيل، فجاء من أخبره بأنه يبدد أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطني حساب وكالتك، فأنت لا تصلح بعد اليوم لأن تكون وكيلا لي. فقال الوكيل في نفسه: سيسترد سيدي الوكالة مني، فماذا أعمل؟ لا أقوى على الفلاحة وأستحي أن أستعطي. ثم قال: عرفت ماذا أعمل، حتى إذا عزلني سيدي عن الوكالة يقبلني الناس في بيوتهم. فدعا جميع الذين عليهم دين لسيده، وقال لأحدهم: كم عليك لسيدي؟ أجابه: 100 كيل من الزيت. فقال له الوكيل: خذ سقوكك واجلس في الحال واكتب 50. وقال لآخر: وأنت كم عليك لسيدي؟ أجابه: 100 كيل من القمح. فقال له الوكيل: خذ سقوكك واكتب 80. فمدح السيد وكيله الخائن على فطنته، لأن أبناء هذا العالم أكثر فطنة من أبناء النور في معاملة أمثالهم. وأنا أقول لكم: اجعلوا لكم أصدقاء بالمال الباطل، حتى إذا نفد قبلوكم في المساكن الأبدية. من كان أمينا على القليل كان أمينا على الكثير، ومن أساء الأمانة في القليل أساء الأمانة في الكثير. وإذا كنتم غير أمناء في المال الباطل، فمن يأتمنكم في الغنى الحق؟ وإن كنتم غير أمناء فيما هو لغيركم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر، وإما أن يوالي أحدهما وينبذ الآخر. فأنتم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وكان الفريسيون وهم ممن يحبون المال يسمعون هذا كله ويهزؤون به. فقال لهم يسوع: أنتم تبررون أنفسكم عند الناس، لكن الله يعرف ما في قلوبكم، ورفيع القدر عند الناس رجس عند الله. بقيت الشريعة وتعاليم الأنبياء إلى أن جاء يوحنا، ثم بدأت البشارة بملكوت الله، فأخذ كل إنسان يجاهد ليدخله قصرا. ولكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الشريعة. من طلق امرأته وتزوج غيرها زنى، ومن تزوج امرأة طلقها زوجها زنى. وقال يسوع: كان رجل غني يلبس الأرجوان والثياب الفاخرة ويقيم الولائم كل يوم، وكان رجل فقير اسمه لعازر تغطي جسمه القروح، وكان ينطرح عند باب الرجل الغني ويشتهي أن يشبع من فضلات مائدته، وكانت الكلاب نفسها تجيء وتلحس قروحه. ومات الفقير فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم، ومات الغني ودفن. ورفع الغني عينيه وهو في الجحيم يقاسي العذاب، فرأى إبراهيم عن بعد ولعازر بجانبه، فنادى: ارحمني يا أبي إبراهيم، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني أتعذب كثيرا في هذا اللهيب. فقال له إبراهيم: تذكر يا ابني أنك نلت نصيبك من الخيرات في حياتك، ونال لعازر نصيبه من البلايا، وها هو الآن يتعزى هنا وأنت تتعذب هناك. وفوق كل هذا، فبيننا وبينكم هوة عميقة لا يقدر أحد أن يجتازها من عندنا إليكم، ولا من عندكم إلينا. فقال الغني: أرجو منك إذن يا أبي إبراهيم أن ترسل لعازر إلى بيت أبي لينذر إخوتي الخمسة هناك، لئلا يصيرهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء، فليستمعوا إليهم. فأجابه الغني: لا يا أبي إبراهيم، ولكن إذا قام واحد من الأموات وذهب إليهم يتوبون. فقال له إبراهيم: إن كانوا ليستمعون إلى موسى والأنبياء،
فهم لا يقتنعون ولو قام واحد من الأموات.